معانا الفنانة الجميلة اللذيذة شيماء سيف. اهلا شيماء. اهلا اهلا يا استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ وحشاني. وحضرتك اكتر والله. مساء الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، مساء الفل على جبل مصر القمر العسل ده. ربنا يخليك يا شيماء، انت عامله ايه؟ وتابعت انت القمر العسل ده في الماتشات بتاعته ولا يعني والله تابعتهم في كل الماتشات وكان قلبي معاهم، وعايزه اقول لهم يعني كل الدعوات اللي الناس دعتها لهم ربنا يجعلهم من نصيبهم، لانه يعني المكسب والخساره دي حاجه بتاعت ربنا، لكن احنا اللي فرق معانا فعلا ان احنا اكتشفنا ان احنا المنتخب بتاعنا جامد جدا، وهم شرفونا بغض النظر عن النتيجه ايه، دي بتاعت ربنا، بس احنا فعلا بنحبهم وكنا حاسين بروحهم وتفانيهم وان هم كانوا بيموتوا نفسهم فعلا في الملعب عشان يفرحونا، وده لوحده وصل لنا وده لوحده فرحنا. كنت بتتنططي على الكرسي كده لما كان يصد؟ يا خرابي يا خرابي، كنت ثلاث كراسي ثلاث كراسي. الراجل بتاع الكافيه حاسبني جامد. كسرت كراسي كتير يا شيماء. قال لي ما كناش متفقين على كده يا فنانه. شيماء سيف، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.